لمناقشة آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا معنا الدكتور أسامة أبو زينة، أخصائي الأمراض الصدرية من العاصمة التركية أنقرة. دكتور أسامة، بداية مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا بكم. الكثير من يسأل لماذا العالم لم يكن مستعدا لمثل هذا الفيروس؟ طبعا هو أن لا يمكن أن تكون مستعدا لمثل هذه الحالات، فنحن نتحدث عن فيروس جديد، وهذا الفيروس لم يكن موجودا أصلا قبل ذلك، فالتعامل معه لن يكون سهلا. وتاريخ البشرية شهد كثير منها مثل هذه الحالات التي تعرض فيها الانتشار سريع لمثل هذه الفيروسات وغيرها، أدت إلى وفاة العديد من البشر، ولم يكن القرن العشرين أو القرن 21 استثناء من هذا الموضوع. ثم القضية الأخرى هي نظر الحكومات والشعوب لمثل قضية التعامل مع مثل هذه الأمور. فأن تكون على وجه الاستعداد للتعامل مع جائحة كبيرة مثل هذا، يعني أن يكون لديك عشرات المستشفيات الفارغة التي لا تستخدم، والمئات أو الآلاف من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي هم على وجه الاستعداد لانتظار مثل هذه الأحداث، وهو ليس مجديا اقتصاديا بشكل عام، لأن هذه الأحداث تحدث بالأغلب كل 10 سنوات مرة واحدة. لكن بعد جائحة فيروس كورونا يمكن أن تختلف النظرة إلى التعامل مع القطاع الصحي، ويمكن تحويلها إلى ما يشبه بالتعامل مع الجيوش، بمعنى أن جيوش دول العالم هي تكون دائما على وجه الاستعداد دائما دون الحاجة إليها في معظم الحالات، لكن الحاجة إليها تظهر كل 10 أو 20 سنة مرة واحدة. لكن هذا يجب الموازنة على أساس الحالة الاقتصادية والجدوى الاقتصادية من هذا الموضوع. لكن الحديث عن فيروس جديد، البشر ليس لديهم مناعة ضده، وليس للمؤسسات الصحية علاج أو طعم للوقاية منه، سيؤدي إلى انتشار مثل هذه الأمور، ولن نكون جاهزين للتعامل مع ذلك، وهذا سيتكرر كثيرا في السنوات القادمة. من الناحية الطبية دكتور، يعني دكتور من الناحية الطبية ذكرت أن يعني البشر ليس عندهم مناعة لهذا الفيروس، ولكن نعم. الكثير من الحالات قد شفي من هذا الفيروس. نعم، هو في النهاية الجسم لديه من أهم الأجهزة في جسم الإنسان هو الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو أصلا موجود في داخل جسم الإنسان، هو أصلا موجود وقادر للتعامل مع جميع مثل هذه الأمور. لكن الفيروسات، خاصة الفيروسات، تحتاج إلى خلايا متخصصة جدا في التعامل معها، هي ليست كما البكتيريا. الفيروسات تحتاج إلى خلايا متخصصة، وهذه الخلايا المتخصصة تحتاج إلى زمان معين حتى تتعرف على هذا الغريب، وحتى تقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تكون على مقاسه، حتى تقوم بمقاتلة أو بمواجهة هذا الفيروس. فهذا يتطلب وقتا، هذا الوقت مدته مهمة جدا، لأن بعض الحالات وبعض الإنسان وبعض البشر خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المختلفة لا يكون جسدهم قادرا على تحمل هذه الفترة، والتي تتراوح عادة بين 4 و7 أيام. فهذا ما يسبب التطور في الحالة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، وهي ما نسميها، هي يعني الهجوم غير الواعي لجهاز المناعة، لأن جهاز المناعة يتعرض إلى هجوم من فيروس لا يعرفه، فيقوم بردة فعل كبيرة جدا جدا، تؤدي هي بدورها إلى إعطاء ضرر للجسد، وهو ما يسبب بعض المضاعفات الخطيرة للفيروسات. فجهاز المناعة هو يعتمد على التعلم، المقابلة للفيروس ومواجهته. فالمواجهة الثانية للفيروس ستكون أسهل كثير لجهاز المناعة، حيث أنه يكون اعتاد على هذا المرض وتعلم ماهيته. طيب، من الناحية الطبية دكتور أسامة، كيف
تنظر إلى انتشار الجائحة في الدول العربية وكيف تنظر إلى الإجراءات التي اتخذت؟ هل هي بمستوى هذا التحدي؟ هل هي بمستوى خطورة فيروس كورونا في الدول العربية تحديدا؟ طبعا الكلام في هذا الموضوع هو كبير جدا، لان بعض الدول التي اتخذت اجراءات كافية او على قد المسؤولية، على قدر المسؤولية من البداية، ووجدنا ان الاعداد المصابين في تلك البلاد اقل من غيرها من البلاد المختلفة، خاصة طبعا البلاد التي لديها القدرة الاقتصادية الاكبر من غيرها. وهناك بعض الدول العربية التي تعاملت مع الموضوع بلا مبالاة، لا اريد ذكر هناك بعض الاسماء، التي اخفت قدر حجم المشكله وقدر الاصابات وحالات الوفيات، وتعاملت مع الموضوع بلا مبالاه او بتفييس كبير لهذه القضيه. بعض الدول العربيه التي لم تكن تملك القرار على حدودها، وسمحت بكثير من الدخول الاجانب الذين تسببوا في انتشار المرض في بلادهم. كثيرة هي الإجراءات التي اتخذت من كثير من الدول العربية، بعضها على قدر المسؤولية كما قلت، لكن يجب مناقشة كل حالة على حدة. بعض الدول التي ذهبت إلى إجراء منع التجول الشامل كما قامت به الأردن وأعطى ثماره وأدى إلى خفض كثير من الحالات في الأردن، لكن معظم دول العالم لم تصل حتى إلى هذا الإجراء، فيجب متابعة كل حالة على حدة. طبعا كثير من الدول خاصة دول الخليج كفي الإمارات العربية المتحدة وقطر تعاملت بشكل جيد جدا، مع أنها تعرضت للإصابة بالفيروسات منذ الأيام الأولى ولم تسمح لانتشار المرض بشكل كبير، وهذا له علاقة كبيرة جدا بالنظام الصحي المتواجد لديهم، وطبعا الحالة الاقتصادية تؤثر على هذا الموضوع. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة أبو زينة، أخصائي الأمراض الصدرية من العاصمة التركية أنقرة، شكرا لك.